يا مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. النهارده طبعا النادي الأهلي هيلعب مباراة مهمة جدا قصاد الوصل الإماراتي في ذهاب دور الـ16 لكأس زايد للأندية الأبطال الساعة 8 مساء على ملعب برج العرب. هنتابع طبعا معاكم آخر كواليس الفريق في المعسكر وكمان آخر أخبار الاستعدادات للمباراة واللي إن شاء الله بإذن الله الفريق يحقق فيها نتيجة قوية تريحه أكيد في لقاء العودة. كمان المباراة هتكون بروفة كويسة جدا وبروفة أخيرة لمباراة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا واللي هتكون ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه. طبعا الفريق اختتم تدريباته امبارح في ملعب برج العرب للمباراه، وكاترون كمان قال ان المواجهه جت في وقت كويس جدا وفي وقت مناسب حتى يقدر اللعيبه تتاقلم على ملعب برج العرب بعد غياب طويل، وطبعا قبل النهائي الافريقي قصاد الترجي التونسي. كاترون كمان اكد ان مباراه الوصل مهمه وهتكون اعداد مميز لنهائي دوري ابطال افريقيا، ولازم ان الفريق يقدم عرض قوي والعناصر اللي هتشارك في مباراة النهاردة قصاد الوصل تكون قادرة على تحقيق نتيجة كويسة تسهل من مهمة الفريق في لقاء العودة في الإمارات يوم 22 نوفمبر اللي جاي إن شاء الله. وكمان من كلام المدير الفني ممكن يبان لنا أن في تغييرات ممكن تكون موجودة النهاردة في الفريق في مباراة الوصل. هنتابع كل ده معاكم أكيد، وهنتعرف على ملامح التشكيل من خلال زميلنا كريم أحمد المتواجد في معسكر الفريق في برج العرب. أكيد هنعرف كل التفاصيل أول بأول عشان نخليكم متعايشين أكتر مع الفريق. وكمان النهاردة لجنة المسابقات قررت أن هي كمان تأجل 3 مباريات للنادي الأهلي قصاد نجوم المستقبل وأنبي وكمان طلائع الجيش عشان انشغال النادي الأهلي بنهائي دوري أبطال أفريقيا. كمان النهاردة عندنا مباراة مهمة تانية ولكن في كرة اليد، عندنا النادي الأهلي وفريق النادي الأهلي لكرة اليد هيقابل نادي الزمالك في نهائي دوري بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، واللي بتقام في كوت ديفوار، وهتقام النهارده المباراه الساعه 7:30 مساء بتوقيت القاهره ان شاء الله. بيسعى الفريق خلالها ان هو يقدم اكيد عرض مميز وعرض قوي ويفوز بلقب البطوله. هنتابع كل ده النهارده معاكم اكتر، وانتم كمان تقدروا تشاركونا وتقولوا لنا رايكم ايه وتوقعاتكم ايه عن نتيجه مباراه النهارده مباراه النادي الاهلي والوصل الاماراتي. ممكن تشاركونا عبر صفحتنا على الفيسبوك وتويتر وانستغرام. تعالوا نشوف معاكم دلوقتي ابرز عناوين حلقتنا النهارده. الليله الاهلي يلتقي الوصل الاماراتي في البطوله العربيه. كارتيرون يسعى لتجربه لاعبيه فنيا امام الوصل. الاهلي يطبع 60,000 تذكره لنهائي افريقيا. محمد يوسف يفرض حظر إعلامي على الفريق حتى انتهاء مباراة الترجي. أجاي يبدأ التدريبات بعد 3 أسابيع ومعلول يخوض مرحلة جديدة من العلاج. الأهلي يواجه الزمالك الليلة في نهائي بطولة إفريقيا. وميسي يطالب برشلونة بالتعاقد مع محمد صلاح. كالعادة يوميا بنبتدي حلقتنا معاكم بأهم الكلام اللي اتقال عن النادي الأهلي في الجرايد. الأهرام، المباراة في برج العرب بحضور 50,000 متفرج. الأهلي يعد استقبال خاص لبعثة الترجي في نهائي دوري الأبطال الأفريقي. ومرجان، علاقتنا ببطل تونس قوية والخطيب طالب بتسهيل مهمته في مصر. الأخبار، الليلة الأهلي يستضيف الوصل زمالك الإمارات في ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية. كارتيرون، فرصة لتجهيز اللاعبين قبل لقاء الترجي والعبدولي، هدفنا الخروج من عنق الزجاجة. الجمهورية، في تحدي بطولة زايد العربية الأهلي المنتشي إفريقيا يواجه الوصل المترنح محليا. الأهرام، المساء الأهلي يرتدي العباءة العربية. الأخبار، المساء الأهلي يعود لحلم العربي والفريق يواجه الوصل الإماراتي بالقوة الضاربة في دور الـ16 لبطولة زايد للأندية الأبطال. المساء، الأهلي والوصل في لقاء الفصل، الأهلي يسعى لحسم المواجهة العربية في برج العرب.
روز اليوسف، اختبار عربي جديد للأهلي، كارتيرون مواجهة الوصل أفضل إعداد للترجي. الوطن اليوم، الأهلي يستضيف الوصل بالبطولة العربية في بروفة أخيرة قبل النهائي الأفريقي. 9 غيابات في صفوف الشياطين الحمر، كارتيرون يعدل التشكيل الأساسي، شريف إكرامي يقترب من حراسة المرمى، والفريق الإماراتي يتسلح بالأجانب. الوفد، كارتيرون يلجأ لنظام التدوير في مباراة الليلة لتجنب إجهاد لاعبيه. الأهلي يستعين بالبدلاء أمام الوصل الإماراتي في البطولة العربية. نروح معاكم سريعا لتفاصيل اهم المنشطات اللي استعرضناها مع حضراتكم دلوقتي. هنبتدي ان وفد من نادي الترجي التونسي هيوصل القاهره خلال ساعات عشان الاعداد طبعا لحجز الفندق وملاعب التدريب استعدادا لنهائي دوري الابطال الافريقي المقرر ليوم الجمعه اللي جايه. ومن المقرر ان تصل بعثه بطل تونس اسكندريه اليوم الاربعاء المقبل للدخول في معسكر مغلق وخوض مران على احد الملاعب الفرعيه، على ان يكون التدريب الاخير في استاد برج العرب يوم الخميس مقبل. كما تنص لوائح الاتحاد الافريقي لكره القدم، اجرى العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي العديد من الاتصالات مع مسؤولي الترجي التونسي لاستقبال وفد الفريق اللي هيوصل النهارده والتنسيق معاه للسفر لاسكندريه وتسهيل مهمتهم في حجز الملاعب للتدريب وغرف الاقامه للبعثه. قال كمان مرجان انه تلقى تعليمات صريحه من محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وبتسهيل طبعا كل الامور لمسؤولي الترجي خلال مهمتهم في مصر وإعداد استقبال يليق بالعلاقات التاريخية اللي بتجمع ما بين الشعبين والناديين. وأضاف أن في علاقة رائعة بتجمعنا بمسؤولين الترجي التونسي، كما أن هناك حالة من الحب بين جماهير الناديين نلاحظها جميعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. على الجانب الآخر، تلقت إدارة النادي تأكيدات نهائية بأن المباراة سوف تقام في استاد الجيش في برج العرب يوم الجمعة اللي جاي إن شاء الله بحضور 50,000 متفرج، وبتنتظر خطاب رسمي للبدء في طبع التذاكر وفتح نظام الحجز الالكتروني للبيع. وكلف محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي نائبه العمري فاروق برئاسه لجنه عليا للاشراف على تنظيم النهائي الافريقي عشان يخرج بالصوره اللي بتليق باسم النادي الاهلي وباسم مصر في القاره السمراء. وبتضم اللجنه في عضوياتها خالد الدرندلي امين الصندوق واعضاء المجلس خالد مرتجي وابراهيم الكفراوي بجانب العميد محمد مرجان المدير التنفيذي. كمان الوطن قالت ان بيغيب عن النادي الاهلي في مباراه النهارده قصاد الوصل الاماراتي في البطوله العربيه 9 لعيبه، وهم رباعي جونيور اجايي، محمد نجيب، علي معلول، واسلام محارب طبعا بسبب الاصابه. وكمان استبعد الفرنسي باتريس كارتيرون الثلاثي مؤمن زكريا وناصر ماهر واكرم توفيق لرؤيته الفنيه. وبيغيب الثنائي رامي ربيعه وباسم علي بسبب عدم قدهم في الوقت القيد في الجهاز الفني احمد علاء في قائمه البطولة خلال الساعات الأخيرة. هيلعب المدير الفني بعدد من اللاعبين البدلاء اللي ما شاركوش في الفترة الأخيرة خلال مباراة اليوم عشان يدي اللعيبة الأساسية مزيد من الراحة قبل النهائي الأفريقي، خصوصا طبعا الرباعي وليد سليمان ووليد أزارو وأحمد فتحي وحسام عاشور. وارتفع أسهم شريف إكرامي لحراسة عرين الفريق في مباراة النهاردة بعد استبعاده خلال المباريات الأخيرة على خلفية قرار الاتحاد الأفريقي الكاف بإيقافه مبارتين. وعقد المدير الفني محاضرة خاصة مع اللعيبة امبارح بالليل شرح فيها نقط الضعف والقوة في الفريق الإماراتي بجانب دور كل لاعب في الملعب ومهامه الخاصة طول المباراة. في المقابل وصلت بعثة الوصل برئاسة عبيد سلطان الشمسي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الوصل الإماراتي امبارح يوم الجمعة أو أول امبارح يوم الجمعة اسكندرية على متن طائرة خاصة استعدادا للمواجهة دي، على أن تعود البعثة لدبي مرة تانية بعد نهاية اللقاء مباشرة. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا. شفنا معاكم اهم الجرايد اتكلمت عن النادي الاهلي وعن لقائه النهارده ازاي. نروح بقى لمواقع الانترنت ونشوف ازاي تناولت اخبار النادي الاهلي النهارده. الموقع الرسمي للنادي الاهلي، الاهلي يطبع 60,000 تذكرة لمباراه الترجي. موقع الشروق، الاهلي يسعى لتجربه لاعبيه فنيا امام الوصل الاماراتي قبل مواجهه الترجي في نهائي افريقيا.
يلا كورة، مروان مهاجم ضمن 6 تغييرات أمام الوصل الإماراتي. في الجول سعد سمير، نعلم جيدا قوة الوصل ولدينا تطلعات نجمة. الوفد الأهلي بدون راحة استعدادا للترجي التونسي في نهائي أفريقيا. فيتو طبيب الأهلي يكشف موعد انتظام نجيب في تدريبات الأهلي الجماعية. الأهلي.com الأهلي يعلن جاهزية إسلام محارب لمباراة الترجي التونسي. بوابة الأهرام الأهلي يفرض حظر إعلامي على لاعبيه حتى انتهاء مسيرته في دوري أبطال أفريقيا. الوطن سبورت الأهلي يعلن موعد عودة أجايي للتدريبات. الشروق معلول ينهي المرحلة الأولى من برنامجه العلاجي. الموقع الرسمي للنادي الأهلي، الأهلي يواجه الزمالك في نهائي بطولة إفريقيا للرجال. الموقع الرسمي للنادي على روح الفانيلا الحمراء للفوز ببطولة إفريقيا لليد. نروح معاكم سريعا لتفاصيل اهم المنشطات وهنبتدي من الموقع الرسمي للنادي الاهلي. الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي قال ان اللجنه المشرفه على تنظيم مباراه الذهاب في نهائي دوري الابطال الافريقي ما بين الاهلي والترجي التونسي برئاسه العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي وخالد الدرندلي امين الصندوق وابراهيم الكفراوي عضو المجلس والمدير التنفيذي عملت جلسه او اجتماع امبارح او اول امبارح عشان يتفقوا على كافه الترتيبات الخاصة بالمباراة المشار إليها والمحدد ليها يوم الجمعة اللي جاية في ملعب برج العرب. اللجنة استقرت على طباعة 60,000 تذكرة بناء على الاتصالات اللي حصلت مع الاتحاد المصري لكرة القدم والجهات الأمنية وحددت أسعار التذاكر على النحو التالي: 1000 جنيه للمقصورة الأمامية، 250 جنيه للدرجة الأولى شمال سفلي، 200 جنيه للدرجة الأولى علوي و150 جنيه للدرجة الثانية سفلي، 100 جنيه للدرجة الثانية علوي، 70 جنيه للدرجة الثالثة شمال ويمين سفلي، 50 جنيه للدرجة الثالثة شمال ويمين علوي. كمان قررت الأولى يمين لجماهير الترجي التونسي الشقيق على أن تكون المعاملة بالمثل في مباراة العودة، وسوف يتم الإعلان عن ميعاد فتح باب الحجز الإلكتروني للتذاكر بعد الانتهاء من ارتكاز زايد للأندية أبطال العرب والمقرر ليها النهاردة. كمان موقع الشروق قال ان النادي الاهلي بيسعى من خلال لقاء الوصل الاماراتي ان هو يحقق عده اهداف وابرزهم الفوز وتحقيق نتيجه طيبه بتريحه قبل لقاء العوده يوم 22 نوفمبر اللي جاي في الامارات، بجانب ان اللقاء ده بيعد البروفا الاخيره قبل المواجهه المرتقبه والهامه والعب يوم الجمعه اللي جايه في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا. وكمان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي بيسعى للوقوف على مستوى بعض اللاعبين خلال لقاء النهارده، خصوصا ان هو هيدي فرصه للبدلاء خاصه طبعا من اصابه عنصر من القوام الاساسي للفريق قبل مواجهه الترجي. وقد استقر كارتيرون على الدفع بشريف اكرامي اساسي في المباراه بعد ما غاب الحارس عن معظم طبعا مباريات الفريق في الموسم ده، لم يشارك سوى في مباراتين، واحده قصاد حرس الحدود في الدوري والنجمه اللبناني في برج العرب في البطوله العربيه. وكمان هيتم منح الفرصه لبعض اللاعبين زي محمد هاني واحمد الشيخ ومحمد شريف صلاح محسن ومروان محسن. كمان موقع يلا كرة توقع تشكيل النادي الأهلي النهاردة قصاد الوصل الإماراتي وكتب أن كارتيرون استقر على إجراء 6 تغييرات من المقرر أن هو يلعب أحمد علاء لقيادة خط الدفاع بجانب المالي سليف كوليبالي. كمان هيقود محمد هاني مركز الظهير الأيمن بدل أحمد فتحي اللي لعب مباراته في قصطيف الأخيرة. التغييرات دي طبعا هتشمل مشاركة هشام محمد في وسط الملعب عشان يحل مكان عمرو السولية في وسط الملعب، وفي وسط الملعب الهجومي هيظهر ميدو جابر بدل اسلام محارب، وكمان هيخرج وليد سليمان من التشكيل الاساسي وهيكون البديل صلاح محسن، في المقابل هيكون مروان محسن الهجوم بدل من المهاجم المغربي وليد ازارو. كمان موقع في الجول قال ان صرح سعد الدين سمير مدافع
نادي الاهلي ان فريقه يعرف كويس قوي في كاس زايد للانديه الابطال، وشدد على اختلاف ظروف اللقاء ده عن ظروف اللقاء في دور ال 32 اللي كان قصاد نجمه اللبناني. وصرح كمان سعد سمير وقال ان نادي الاوجه الوصل الاماراتي عندنا ثقه كبيره في تقديم مباراه مميزه ضد خصمنا لتسهيل مهمه لقاء الاياب. وكمان قال في منافسه ما بين الاهلي والانديه الاماراتيه، واللعيبه والجهاز الفني عملوا متابعه كويسه جدا للفريق الاماراتي خلال المباريات الاخيره. وكمان قال نعلم ان الوصل عنده عناصر مميزه ولاعيبه برازيليين على مستوى عالي جدا. وقال كمان مدافع النادي الاهلي الفرق ما بين المواجهه دي ومواجهه النجم اللبناني، الظروف اختلفت عن مواجهه النجم اللبناني في دور ال 32، خصوصا ان النادي الاهلي كان الطرف الافضل في المواجهتين الذهاب والاياب، لكن لم يحالفه التوفيق في الذهاب وقدر ان هو يحسم في الاياب. نروح لموقع الوفد اللي قال ان الجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون قرر ان هو يستأنف الفريق تدريباته بكره ان شاء الله على طول بعد مواجهه الوصل الاماراتي في ذهاب دور ال 16 من منافسات كاس زايد للانديه الابطال النهارده، استعدادا لمواجهه الترجي التونسي يوم الجمعه اللي جايه في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا. قال محمد يوسف المكوره في النادي الاهلي ان ضيق الوقت بيدفع الجهاز الفني لمواصله التدريبات بكره الاثنين بعد مواجهة الوصل الإماراتي، وأكد أن الفريق هيبدأ بكرة إن شاء الله استعداده لمواجهة بطل تونس مساء الجمعة اللي جاية في نهائي دوري أبطال أفريقيا. كمان موقع في فيتو قال أن أكد خالد محمود طبيب نادي الأهلي أن محمد نجيب مدافع الفريق هيبدأ إن شاء الله في المشاركة تدريجيا في تدريبات الكورة. وقال كمان بكرة يوم الاثنين ان نجيب ادى خلال الفتره اللي فاتت جانب من التدريبات المكثفه وهيستمر فيها على مدار الايام اللي جايه، واكد كمان ان اللاعب هيشارك تدريجيا في التدريبات الجماعيه لحد ما يكتمل او تكتمل جاهزيته للمشاركه في المباريات والتدريبات الجماعيه. محمد نجيب كان اجرى منظار لازاله غضروف الركبه قبل ما ينتهي برنامجه التاهيلي مؤخرا. موقع الاهلي دوت كوم قال برضو تصريح للدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، أعلن عن جاهزية إسلام محارب لاعب الفريق عشان يخوض مباراة الترجي التونسي اللي جاية يوم الجمعة مساء، وغاب محارب عن قائمة النادي الأهلي لمباراة الوصل الإماراتي في ذهاب دور ال 16 في كأس زايد للأندية الأبطال بسبب إجهاد في العضلة الضمة. وقال خالد محمود في تصريحات رسمية النهاردة يوم الأحد أن محارب جاهز لخوض المباراة بعد ما أصبح من الناحية الطبية والبدنية مؤهل للمشاركة في لقاء يوم الجمعة الجاية. بوابة الأهرام كمان قالت أو نقلت تصريح عن محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة، اللي فرض حظر إعلامي على لاعبته خلال حتى ما تنتهي طبعا مسيرة الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا. هيقابل النادي الأهلي فريق الترجي التونسي في نهائي البطولة، وكمان طالب محمد يوسف اللعيبة أن هم يركزوا بس في الملعب وعدم الحديث في تلك الفترة لوسائل الإعلام، لأن الفريق داخل طبعا على مواجهات في غاية الأهمية والقوة وفي مقدمتها أكيد مباراة النهائي في دوري أبطال أفريقيا. قال كمان محمد يوسف الفترة اللي جاية بتتطلب من الجميع وضع اسم الأهلي فوق كل شيء، نحن في مرحلة صعبة وخطيرة للغاية. وقال كمان ان الجميع عارف ان الظروف اللي بيمر بيها الفريق دلوقتي، لكن الجهاز الفني واللعيبة والمنظومة بالكامل بداية من مجلس الادارة ولجنة الكورة والجماهير تكاتفوا عشان يجتازوا هذه الظروف. وكمان قال ان نجحنا في قهر ضغط المباريات والاجهاد والوصول للنهائي الافريقي. طيب نروح بقى سريعا دلوقتي لبرج العرب مع زميلنا كريم احمد. مساء الخير عليك يا كريم، طبعا عايزه اعرف منك اخر الكواليس والاستعدادات الخاصه بمباراه النهارده. برحب بيك شيما في البدايه وبكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. الاهلي على موعد اليوم في البطوله العربيه كاس زايد للانديه الابطال، الاهلي والوصل الاماراتي على استاد برج العرب في الساعه 8 مساء كالعاده. طبعا تمنياتنا بكل التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه. يمكن لو بنسترجع سريعا الفوز الاخير على فريق النجم اللبناني وتاهلنا لهذه المباراه، اداء كان اكثر من رائع لفريق النادي الاهلي، نتيجه كمان كانت كبيره جدا في لبنان. بنتمنى ايضا كمان المباراه الاولى وهي مباراه الذهاب على استاد برج العرب
حقق فيها النادي الاهلي نتيجه كبيره تساعده ايضا كمان في المباراه القادمه اللي تم تحديدها يوم 22 من خلال الشهر القادم. لو بطمن كل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي كالعاده على فريق النادي الاهلي، تم اختيار 22 لاعب لفريق النادي الاهلي استعدادا لهذه المباراه. كالعاده عندنا بعض الغيابات في لعيبه عائدين من اصابه، لكن بنفقد النهارده اسلام محارب، واحد من نجوم النادي الاهلي، يمكن العضله الضامه بتعوقه عن خوض هذه المباراه، لكن في جهد كبير جدا بيبذل من الجهاز الطبي بقياده الدكتور خالد محمود على ان يستعيد ان شاء الله اسلام محارب خلال الفتره القادمه والايام القادمه لمباراه الترجي التونسي. الامور ماشيه بشكل مطمئن، فريق النادي الاهلي متواجد في فندق قريب جدا من استاد برج العرب، وايضا كمان فريق الوصل الاماراتي متواجد في نفس الفندق المتواجد في النادي الاهلي. يمكن الامور كالعاده بالنسبه للفريقين، الحب الكبير بين الشعب الاماراتي والشعب المصري ده اللي احنا شايفينه هنا في فندق الاقامه. لعيبه يمكن ترحاب كبير جدا بلعيبه النادي الاهلي ولعيبه الوصل الاماراتي، وكالعكس صحيح طبعا بنكون متواجدين في الامارات، يمكن كل الشعب الاماراتي وكل المسؤولين بيكون ليهم ترحاب كبير جدا بفريق النادي الاهلي في اي مباراه بيكون متواجد فيها، سواء الفريق الاول او ايضا كمان فرق ناشئين. ايضا كمان عايز اتكلم على الحكام النهارده اللي بنتمنهم كل التوفيق النهارده، طاقم تحكيم اردني بقياده الحكم الساحه ادهم مخدمه، مساعد اول احمد الرويلي، مساعد ثاني محمد خلف، وحكم رابع محمد الزوهره. يمكن زي ما بنقول الامور ان شاء الله تصب في مصلحه النادي الاهلي، حاله التركيز الكبيره اللي احنا بناكد عليها خلال رسائلنا وخلال كل المباريات سواء في البطوله الافريقيه وايضا في البطوله العربيه، يمكن بنحيي عليها بشكل كبير جدا مستر باتريس كارتيرون وكابتن محمد يوسف فارد، يمكن سيطره كبيره جدا وتركيز كبير جدا كل المباريات اللي بيدخل فيها النادي الاهلي، احترام كبير لفريق الوصل الاماراتي. ان شاء الله باذن الله تكون نتيجه ايجابيه، عدد كبير من الاهداف تساعدنا وتكون بروفه اخيره لمباراه الترجي التونسي الاهم والاقوى، اللي اكيد كل جمهور النادي الاهلي ومجلس الاداره واعضاء الجمعيه العموميه عندهم امل كبير جدا ان شاء الله ان نحصل على هذه البطوله الافريقيه والتاسعه ان شاء الله. هنكون مستمرين معاك يا شيمو ومع كل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان لحظه بلحظه، ونقل خاص على شاشه قناه النادي الاهلي لفريق النادي الاهلي هنا في فندق الاقامه وحتى ملعب المباراه. عوده ليك يا شيمو. شكرا لك كريم، اهلي من فندق اقامه فريقنا في برج العرب. نرجع مره ثانيه ونكمل معاكم اخبار النادي الاهلي من على مواقع الانترنت، وبنوصل للوطن سبورت اللي قال ان جونيور اجايي لاعب نادي الاهلي بيخوض تدريبات الكوره بعد 3 اسابيع، وقال كمان الدكتور خالد محمود طبيب الفريق ان حاله اجايي بتتحسن بشكل كويس جدا يوم بعد يوم، وهيشارك في تدريبات الكوره بعد 3 اسابيع من دلوقتي. يعاني اجايي من اصابه بقطع في الرباط الداخلي للركبه تعرض ليها خلال لقاء تاونشيب البوتسواني في الجوله الرابعه من دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. كمان موقع الشروق قال ان انتهى علي معلول ظهير ايسر الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي من المرحله الاولى من العلاج، واللي كانت بتتضمن 3 جلسات للحقن. وقال الدكتور خالد محمود طبيب الفريق ان معلول انتظم في المرحله الثانيه من برنامجه العلاجي، وده باداء تدريبات تاهيليه وبدنيه في الجيم، وكمان قال ان اللاعب هيستمر في المرحله اللي احنا فيها دي لمده 6 ايام. كمان الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان الفريق الاول لكره اليد الرجال في النادي الاهلي بيخوض مباراه مهمه النهارده يوم الاحد قصاد نظيره فريق الزمالك في نهائي بطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري، واللي بتقام في القاضي بار. هتقام المباراه الساعه 7:30 مساء النهارده بتوقيت القاهره، وبيسعى طبعا الفريق خلال اللقاء ده ان هو يقدم عرض قوي ومميز ويفوز بلقب البطوله. وحرص الجهاز الفني بقياده عاصم حماده على تجهيز اللعيبه بشكل مناسب بعد ما حقق الفوز في الفريق في كل طبعا المباريات اللي فاتت في البطوله. نرجع تاني للموقع الرسمي للنادي الاهلي، وموقع رسمي للنادي الاهلي قال ان جوهر نبيل عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس بعثه الفريق الاول لكره اليد رجال في بطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري اللي بتقام في الكوت ديفوار، اكد على جاهزيه اللعيبه لخوض مباراه نهائي البطوله النهارده يوم الاحد قصاد فريق الزمالك، مشيرا الى ان جميع اللاعبين في حاله فنيه وبدنيه ومعنويه مميزه جدا. وقال كمان ان الرهان الحقيقي في المباراه هيكون على روح الفانيلا الحمراء والطموح الكبير اللي بيملكه اللعيبه نحو تحقيق لقب البطوله الجميع، ورغبتهم الكبيره من اجل التتويج بالكاس وسعاده الجماهير. وقال كمان جوهر نبيل ان الجهاز الفني بقياده عاصم حماد بيمتلك خبرات كبيره في المواجهات النهائيه، وان هو بيجيد استخدام كافه العناصر بعد ما شهدت المباريات اللي فاتت تدوير للعيبه الفريق بشكل منتظم للحفاظ على جاهزيه الجميع، بيتبقى بس التوفيق دلوقتي من أجل الفوز باللقب. مشاهدينا معادنا دلوقتي مع فاصل سريع من الميديا، خليكم معنا.
رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميدي. طبعا دلوقتي بتقام في اسبانيا كلاسيكو الارض ما بين ريال مدريد وبرشلونه، متقدمه دلوقتي برشلونه بهدف لكوتينيو في الدقيقه 11 من عمر اللقاء. كلاسيكو الارض طبعا انا مش عارفه مين بيتفرج علينا دلوقتي، احنا دلوقتي في الدقيقه 20 بس هو الجون دخل في الدقيقه 11 كوتينيو احرز الهدف لبرشلونه. انا مش عارفه مين بيتفرج علينا بصراحه دلوقتي، بيو بيقول لي الناس كلها بتتفرج علينا بس انا لو من نفسي مش هتفرج على نفسي، هقعد اتفرج على كلاسيكو الارض. ما علينا، تعالوا بقى دلوقتي نروح مع بعض ونشوف معاكم اخر واهم الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخبار المحترفين في الخارج. جريده الوطن: اجيري يتمسك باستبعاد سليمان وفتحي ومعاونوه، وليد افضل من الشحات. بوابة الأهرام: حسن المستكاوي: سياسة أجيري خاطئة، الحاوي بديل محمد صلاح في المنتخب. اليوم السابع: بوريدا يعود من رواندا اليوم استعدادا لعمومية الجبلية. الوطن سبورت: حكام جزائريين لإدارة مباريات الدوري الممتاز. سوبر كورة: أيمن عبد العزيز يشكو معاملة جراس ويهدد بالرحيل. جريدة الأهرام: أربع لاعبين جدد في قائمة الإسماعيلي العربية. جريدة الأخبار: الإسماعيلي يفرض السرية استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي. صدى البلد: محمد صلاح حديث الإعلام الإنجليزي بعد مواصلة الإبداع في
بيرزق غير معلوم. ده شخص كان موجود في الطيارة، خصوصا في ظل عدم صدور أي بيان رسمي من أي جهة. كمان قالت ان اعلن الاتحاد الانجليزي لكره القدم عن تاجيل مباراه ليستر سيتي مع مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي للسيدات، واللي كان من المقرر اقامته النهارده، وده بعد تحطم روحيه خاصه بمالك النادي نادي ليستر سيتي الانجليزي امبارح يوم السبت. قال فريق ليستر سيتي للسيدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: على ضوء الأحداث الأخيرة في ملعب كينج باور واحتراما لما حدث، تم تأجيل مباراة فريق ليستر سيتي للسيدات أمام مانشستر يونايتد. سيتم الإعلان عن موعد جديد للمباراة فور تحديده. كما أعلن النادي تأجيل مباراة أخرى لفريق سيدات الرديف أمام نظيره ديربي كاونتي للسبب نفسه. كمان سكاي نيوز قالت ان النجم اليوفنتوس الايطالي باولو ديبالا لم ينتبه خلال احتفاله عبر حسابه على تويتر بالمباراه الاولى كقائد للفريق بعد الفوز خارج ملعبه على فريق امبولي بهدفين لهدف، انه افشى بعض اسرار الفريق دون القصد. ديبالا عبر عن فرحته بالصوره مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب هدفي يوفنتوس، وكتب قائلا: لا يمكن ان تنسى اول مباراه لك كقائد، ولكن لم ينتبه ان خلفيه الصوره احتوت على لوحه كبيره كتب عليها المدير الفني للفريق ماسيميليانو أليجري تعليمات لجميع اعضاء الفريق. اللوحه بتوضح بشكل دقيق تعليمات أليجري للعيبه خلال الضربات الحره واماكن تمركزهم، بالاضافه للعيبه الخصم اللي كانت بتتم مراقبتهم واسامي لعيبه حائط الصد وغيرها من التعليمات اللي بتعتبر من بين اسرار الفريق. مشاهدينا معنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقيه فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معنا. الاهلي كيان، الاهلي رمز، الاهلي عزيمه، الاهلي اصرار، الاهلي دايما بيلعب حتى الثانيه الاخيره. الدقيقه الاولى من الواد المحتفظ بدل الضايع. سمير كمولة في الوقت الحاضر. ريال مدريد احرز الهدف الاول كوتينيو في الدقيقه 11، والهدف الثاني كان لسواريز من ضربه جزاء في الدقيقه 30 من عمر اللقاء. خلاص الشوط الاول قرب يخلص زي ما قلت لكم، احنا الدقيقه دلوقتي 37 من اللقاء. نروح بقى سريعا نشوف اهم اللي اتقال في السوشيال ميديا او اهم اللي نشر نجوم السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بيهم. هنبتدي بشريف اكرامي حارس مرمى النادي الاهلي اللي نشر على تويتر صوره مع والده وحش افريقيا كابتن اكرامي بمناسبه عيد ميلاده، وكتب: كل سنه وانت طيب يا اسطوره، ربنا يخليك لينا يا انضف وانقى واطيب قلب شفته في حياتي يا وحش افريقيا عقبال 100 سنه. كل سنه وانت طيب يا كابتن اكرامي. كمان احتفل عمرو السولية لاعب النادي الاهلي بعيد ميلاد بنته ونشر صوره من عيد ميلادها على تويتر وكتب: عيد ميلاد سعيد يا ملاكي الصغير. ده الترجمة بتاعتها حلوة. أما سعد سبير مدافع الفريق نشر على صفحته على الانستجرام صورة للاحتفال بهدف النادي الأهلي في وفاق سطيف في المباراة الأخيرة وصورة لمولودته وكتب: الحمد لله حمدا كثيرا. ربنا يخليها لك تربى في عزك ان شاء الله يا سعد. كمان نشر مؤمن زكريا على انستغرام امبارح فيديو لهدف احرزه احد التدريبات في ملعب مختار التتش. تعالوا نشوف الهدف ده ونرجع تاني. Thank you.
كمان كابتن امير عبد الحميد حارس مرمى النادي الاهلي السابق ومدير اكاديميه النادي الاهلي في الشيخ زايد نشر صوره على الانستجرام مع كابتن خالد بيبو مدير اكاديميات النادي الاهلي طبعا، وكتب اكاديميه النادي الاهلي فرع الشيخ زايد انا وكابتن مصر خالد بيبو. كمان نشرت الصفحه الرسميه للاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف على تويتر صوره لمعسكر تدريب الحكام على تقنيه الفيديو، كتبت الحكام يخضعون للتدريب على استخدام تقنيه الفيديو او الفار ضمن البرنامج التدريبي. نتمنى طبعا التوفيق لكل الحكام في مصر وافريقيا، وبنتمنى سرعه تطبيق الفيديو لاننا طبعا شفنا قد ايه هي مهمه جدا في الماتشات، وشفنا قد ايه كان في كوارث حاصله مع بدايه الموسم. كمان محمد النني المحترف في ارسنال في نشر صوره على تويتر من مباراة فريقه مع سبورتنج لشبونة، المباراة دي كانت الخميس في الدوري الأوروبي واللي فاز فيها الجانرز بهدف نظيف، كتب النني 11 من 11 في إشارة لتحية الأرسنال الفوز في آخر 11 مباراة على التوالي. كمان نشر محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي صورة على تويتر من مباراة امبارح مع إرزورام في الدوري التركي واللي انتهت بالتعادل 1-1، كتب مستمر في طريقي للأمام. كمان محمد صلاح نجمنا المحترف في صفحة هاشتاج كذبة أو كذبة مشهورة للمصريين على تويتر كتب بنشتري راجل. كمان نشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول على تويتر صورة من هاشتاج امبارح قدام كاردف سيتي في الدوري الانجليزي واللي انتهت بفوز ريدز 4-1، احرز محمد صلاح طبعا الهدف الاول، ساهم في صناعه هدفين، كتبت الصفحه مجتهد رائع هداف ولانها بتحبه فهي تعرف طريقها جيدا. كمان نشرت صفحه فوري ايمج على انستغرام صوره لاحتفال محمد صلاح بالهدف وكتبت الرجل الاول لانفرد عاده من جديد. كمان نشرت صفحة بلاتشر فوتبول على الانستغرام صورة لمحمد صلاح وكتبت 3 مباريات 4 أهداف صلاح عثر على لمسته الذهبية. كمان صفحة في الجول على تويتر كتبت موسم 2018-2017 أو 2017-2018 10 مباريات 5 أهداف، موسم 2018-2019 10 مباريات 5 أهداف، مالك ليفربول يعود لمكانه الطبيعي. كمان نشرت صفحة يلا كورة على تويتر صورة لصلاح بعد اللقاء وكتبت صلاح يلتقي أو يلقي تحية للجميع بعد المباراة. شيردون شاكيري لاعب ليفربول الإنجليزي أحرز أول هدف ليه في ملعب الأنفيلد امبارح، نشر صورة على تويتر من المباراة وكتب فخور بإحراز أول هدف في الأنفيلد وحصد 3 نقاط مهمين. نشر كمان حارس مرمى ريتس على تويتر صورة لاحتفال شاكيري مع زمايله بالهدف وكتب 10 مباريات 26 نقطة، ريتس يصعدون للقمة، تهانينا لشاكيري على هدفه الأول. كمان نشر فابينيو لاعب ريتس صورة على تويتر من المباراة وكتب فوز آخر اليوم، أحسنتم يا رفاق. بول بوجبا كمان نجم المان يونايتد نشر صورة على انستغرام من زيارة أطفال كاف تايلاند للنادي وكتب أبطال تايلاند الناجون. كمان ماركوس راشفورد نشر صورة للأطفال مع وهو معاهم يعني على انستغرام وكتب مجموعة من الأولاد الشجعان مرحبا بكم في اليونايتد. نشرت الصفحة الرسمية برضو نادي تشيلسي على انستغرام صورة لروبن لوفرتوس لاعب البلوز مع كورة في مباراة بوريس في الدوري الأوروبي وكتبت الصفحة ليلة للذكرى أحسنت يا روبن. كمان نشرت صفحة أرسنال على انستغرام صورة للاعب أليكس أيوبي وكتبت لقد استغرق منا 4 سنوات لجعل أيوبي يبتسم في الصور. كمان في ألمانيا نشر مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني صورة على صفحته على انستغرام من مباراة امبارح قدام ماينز في البونز ليجا اللي فاز فيها البايرن 2-1 وكتب فوز مهم شكرا على دعمكم الكبير. نشر البرازيلي نيمار على صفحته على انستغرام فيديو لي من واحده من التدريبات الخاصه بفريقه في باريس سان جيرمان وكتب تحدي جديد، تعالوا نشوف الفيديو ونرجع تاني. ونروح للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو واللي نشر على صفحته على تويتر صور من مباراة يوفنتوس امبارح مع امبولي واللي انتهت بفوز السيدة العجوز 2-1 وكتب كريستيانو رونالدو الفرد من اجل الجميع والجميع من اجل الفرد.
كمان نشر باور يبالا لاعب اليوفنتوس وكان كابتن الفريق امبارح لأول مرة على تويتر صورة لي مع كريستيانو رونالدو من غرفة خلع الملابس بعد المباراة وكتب للمرة الأولى كقائد لا تنسى أبدا. أخيرا نشر دييغو غارن كابتن فريق أتلتيكو مدريد الأسباني صور على تويتر من مباراة امبارح مع ريال سوسيداد وكسبوا أتلتيكو بهدفين نظيفين، كتب سعيد جدا بما قام به الفريق وأن أساهم بهدف الفوز، شكرا لكم جميعا وتشجيعكم لينا النهاردة دايما وأبدا دون قيد أو شرط. مشاهدينا انتهت النهاردة انتهت النهاردة حلقتنا في كلام في الميديا، اشوفكم بكرة ان شاء الله الساعة 5 مساء في حلقة جديدة من كلام في الميديا. يوم سعيد جدا عليكم كله ان شاء الله، فوز وسعادة النهاردة على فريقنا على النادي الاهلي في لقاء الهام قصاد البرج العرب. يوم سعيد عليكم.